كويس. الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد. اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تمنع عنا رفدك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وأسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تمنعنا عنك بمانع، ولا تشغلنا عنك بشاغل، ولا تحل بيننا وبينك بحائل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقرأ في كتاب سراج الطالبين للإمام العلامة السيد إحسان محمد دحلان على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لحجة الإسلام الغزالي عليه رحمة الله ورضوانه رضي الله عنهم أجمعين وعنا بهم وعنا معهم. وكنا نقرأ في الأصل الخامس الذي ذكره الإمام الغزالي في التقوى. لا، احنا في الأصل الرابع لسه. لسه الأصل الرابع. وكنا نتكلم في الأصل الرابع على أن القلب خزانة كل جوهر للعبد نفيس، وكل معنى خطير، وأولها العقل، وأجلها معرفة الله تعالى التي هي سبب سعادة الدارين، ثم البصائر التي بها التقدم والوجاهة عند الله عز وجل، ثم النية الخالصة في الطاعات التي يتعلق بها ثواب الأبد، ثم أنواع العلوم والحكم التي هي شرف العبد وسائر الأخلاق الشريفة والخصال الحميدة التي بها يحصل تفاضل الرجال، على ما فصلنا وشرحنا في كتاب أسرار معاملات الدين. وحق لمثل هذه الخزانة أن تحفظ وتصان عن الأدناس والآفات، وتحرس وتحرز من السراق والقطاع، وتكرم وتجلى بضروب الكرامات، لئلا يلحق تلك الجواهر العزيزة دنس ولا يظفر بها والعياذ بالله تعالى عدو. وكنا وقفنا على تعريف المعرفة بالله تعالى والعارف بالله تعالى، وقال آخر ما ذكرنا: وكان يوسف بن علي يقول: لا يكون العارف عارفا حقا حتى لو أعطي مثل سليمان عليه السلام لم يشغله عن الله عز وجل طرفة عين. وده حال تمكن القلب تعالى من مراقبة الله تعالى، اللي احنا بنتكلم عليه حال القلب اما يتمكن من مراقبة الله تعالى.
كما يوسف بن علي يقول: لا يكون العارف عارفا حقا حتى لو أعطي مثل ملك سليمان عليه السلام لم يشغله أي ذلك الملك عن الله عز وجل طرفة عين. وقال أبو سليمان الداراني: إن الله يفتح للعارف وهو على فراشه ما لا يفتح لغيره وهو قائم يصلي. الله الله الله. وقال أبو سليمان الداراني: إن الله يفتح للعارف وهو على فراشه، نتيجة تعلق قلبه بالله تعالى، كمال التعلق القلب بالله تعالى، ما لا يفتح لغيره وهو قائم يصلي بالليل منفرد كده ماشي. فالعبرة بحال القلب مع الرب سبحانه وتعالى. وقال الجريري: سئل أبو تراب النخشبي، أي النخشبي، عن صفة العارف فقال: الذي لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء ويصفو به كل شيء. قال الجريري، سئل أبو تراب أي النخشبي عن صفة العارف أي بالله تعالى فقال: الذي لا يكدره شيء، ما فيش شيء يكدر عليه قلبه ولا مزاجه، ها، مفوض الأمر لله تعالى وراضي بأقدار الله تعالى، ويصفو به كل شيء، كل شيء بيصفو به، ها، يبقى إيه؟ يبقى صافي وجميل وحسن وما إلى ذلك. وسئل الجريد عن قول ذي النون المصري في صفة العارف كان ها هنا فذهب، فقال الجليد: العارف الذي لا تحصره حال عن حال ولا يحجبه منزل عن التنقل في المنازل، فهو مع أهل كل مكان بمثل الذي هو فيه، يجد مثل الذي يجدون وينطق بمعالمها لينتفعوا بها. وسئل الجنيد عن قول ذي النون المصري في صفة العارف قال: كان ها هنا فذهب. قالوا له: ما صفة العارف؟ قال لهم: كان ها هنا وذهب مشي. فالتبس على الناس كيف يفهمون هذا الكلام، هو بيقولوا له ايه صفة العارف عشان نعرف العارف بالله تعالى كيف نصفه، حدوده ايه؟ فقال: كان ها هنا وذهب. فقال الجنيد: العارف الذي لا تحصره حال عن حال، اي لا تمنعه حال عن ان يكون في حال اخر ويتنقل بين الاحوال والمقامات. الله الله، يعني كل عمل انه يتنقل بين الاحوال والمقامات السنيه مع الله تعالى، ولا يحجبه منزل عن التنقل في المنازل، انه هو مع كماله يتنقل في المنازل اللي هي المقامات، لا يحجبه منزل عن التنقل في المنازل، فهو مع اهل كل مكان بمثل الذي هو فيه، يجد مثل الذي يجدون وينطق بمعالمها لينتفعوا بها. الله الله، وده حال نبوي، ها، يجد، ها، فهو مع أهل كل مكان، كل مكان بيحل فيه هو مع أهل المكان ده. حتى عندنا أمثلة مصرية يقول لك إيه، عندنا مصري أمثلة يقول إيه: دارهم ما دمت في دارهم، طالما إن أنت في الدار بتاعتهم فامشي على نسقهم، ها، وعادتهم وتقاليدهم، ولا تخالفهم كأنك واحد منهم، ها، ولا يحجبه منزل عن التنزل في عن التنقل في المنازل. فحاله مع الله تعالى متنقل، ها، وحاله مع البشر متغير، خلاص. فهو مع أهل كل مكان بحسب الذي هو فيه، يجد مثل الذي يجدون، هو يتواجد او عنده الوجد مثل ما يتواجدون هم، خلاص. وده انتقال الحال سراق من بعض. ولذلك اما يجي واحد يكون لسه جديد في الطريق وما تشربش جامد تجده يؤثر على الحاضرين. الحاضرين لازم يكون لهم ايه، هم قاعدين مع بعض سنين او مدة كبيرة وتآلفوا، فقلوبهم متآلفة لوحدها، فما يجي واحد جديد يؤثر على التآلف ده، خلاص. فهو مع أهل كل مكان بمثل الذي هو عليه هو فيه، يجد مثل الذي يجدون وينطق بمعالمها لينتفعوا بها. ده العالم، ده العارف. طيب، يجد مثل الذي يجدون، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابة، فإذا تعجبوا تعجب عليه الصلاة والسلام، وإذا ضحكوا ضحك معهم عليه الصلاة والسلام، حاله مع هكذا أكمل الأحوال،
فهذا العارف ده يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مع الناس يجد مثل الذي يجدون مثل ما يجدون من الشعور، هو يجد مثله أو يتواجد مثلهم خلاص. وينطق بمعالمها أي بمعالم المعرفة بالله تعالى لينتفعوا بها، لأنه عنده نوع كمال عن بقية الناس، عارف بالله تعالى. وينطق بمعالمها أي بمعالم المعرفة بالله تعالى لينتفعوا الذين يجالسونه بها. وسئل أبو سعيد الخراز: هل يصير العارف إلى حال يجفو عليه البكاء؟ فقال: نعم، إنما البكاء في أوقات سيرهم إلى الله تعالى، فإذا نزلوا إلى حقائق القرب وذاقوا طعم الوصل من بره زال عنهم ذلك. الله الله الله. يبقى دليل المعرفة بالله تعالى أن تكون سعيدا في جميع أحوالك، تكون سعيدا، سعيدا بإيه؟ بالله، سعيدا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد بأنك أنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أقلهم، ولو كنت أقلهم يعني خلاص. وسئل أبو سعيد الحراز: هل يصير العارف إلى حال يجفو عليه البكاء؟ البكاء إن مش عايز يبكي، البكاء بقى بعيد عنه، الجفاء البعد يعني، إن البكاء يكون صعب عليه على العارف ده. فقال: نعم، إنما البكاء في أوقات سيرهم إلى الله تعالى، لأنه خايف يغلب عليه الخوف والرهبة من الله تعالى فده بيبكي. طيب، فإذا تمكن، فإذا نزلوا إلى حقائق القرب وذاقوا طعم الوصل بالله تعالى من بر الله تعالى مش من حاجة من عنده، زال عنهم ذلك، زال عنهم البكاء، أصبحوا إيه؟ راكنين إلى الله تعالى مطمئنين به. ها؟ مش معنى كده انعدام الخوف أو الرهبة، لا، ده غلبة الحال، لما هو اطمأن إلى الله تعالى، ها، ربنا طمنه سبحان الله. إنه مثلا يجي كل شيء عايز يعمله، بيوصل في ربنا يكرم الناس بأشياء عجيبة من لطفه بخلقه، إنه واحد إيه؟ واحد قبل أن يتمنى الشيء يأتي، شوف لطف الله تعالى. طيب، والتاني تمناه، وأول ما تمناه وجده عنده، وجد الشيء اللي بيتمناه، ودي بتحصل كتير جدا معانا أهل الله دول، ها، والطلبة والسالكين يحصل كتير جدا معهم حتى تطمئن قلوبهم إلى الله تعالى فيركنوا إليه ولا يركنوا إلى غيره سبحانه وتعالى. وبعض الأحيان طبعا هو مش بيجاب كل، لكن هذا في السلوك في الأول، لكن بعد كده أما عرفوا الله تعالى أصبح عارف بالله، عارف الله تعالى، اطمأن إلى الله وركن إليه ولم يركن إلى غيره خلاص، مع اطمئنانه إلى أن الله لن يضيعه وأن الله يختار له الأفضل، ولو كان هو يظن في نفسه أن ذلك ليس شيئا يعني يريد وهو لا يريده. وقال عبد الله الرازي: سمعت محمد بن الفضل يقول: المعرفة حياء للقلب مع الله تبارك وتعالى. الله الله الله. وقال عبد الله الرازي: سمعت محمد بن الفضل يقول: المعرفة حياء للقلب، أي حياة القلب، أو قد يقصد الحياء أي استحياء القلب من الله تعالى، ها، أن القلب يعيش في حياء مع الله تعالى، يستحي من الله تعالى لكمال رأفته ولطفه بخلقه. ماشي. المعرفة حياء للقلب مع الله تبارك وتعالى، أن القلب يستحي من الله تعالى. قال: ثم البصائر التي بها التقدم والوجاهة. هذا هو ثاني شيء أجلها، معرفة الله تعالى ده أول حاجة في خزائن القلب. ثاني شيء البصائر التي بها التقدم والوجاهة عند الله عز وجل. ثالث شيء اللي هو النية ده، ثم النية. الشيء الثاني ثم البصائر، جمع بصيرة، وهي قوة للقلب بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر للنفس، يرى به صور الأشياء وظواهرها، وهي التي يسميها الحكماء القوة العاقلة والقوة القدسية، كذا قاله السيد الجرجاني. الله الله الله. الشريف الجرجاني له كتاب اسمه التعريفات للشريف الجرجاني. قال: ثم البصائر، جمع بصيرة، وبعضهم بيقول هي عين القلب على طول كده ببساطة، العين التي يبصر بها القلب، وهي قوة للقلب
بنور القدس، وهذه أيضا هي مستمدة من الله تعالى، نور القدس يرى بها صاحب القلب ده حقائق الأشياء على ما هي عليه عند الله تعالى، خلاص كما قلنا، وبواطنها بما، وهذه القوة البصيرة هي بمثابة البصر للنفس يرى به صور الأشياء وظواهرها. الله، فيحصل الكمال لما يكون ببصره بيرى الأشياء واضحة في ظواهرها، وبقلبه بيرى بواطن الأشياء دي وحقائقها عند الله تعالى، فده يبقى كمال البصيرة. وهي التي يسميها الحكماء القوة العاقلة والقوة القدسية، كذا قاله السيد الجرجاني، التي بها أي بالبصائر التقدم في المرتبة على سائر الخلق في الدارين، الله الله الله، والوجاهة أي القدر والشرف عند الله عز وجل. طيب، لأن إذا انكشفت كلما يزداد الإنسان بصيرة، ها يزداد، ها كلما أضاءت وأشرقت وأنارت بصيرته، كلما بإذن الله طبعا، لأن المدد من عند الله تعالى، كلما انكشفت له حقائق الأشياء فعرف ذلك فرجع إلى الله تعالى ولم يستبدل عنه شيئا سبحانه وتعالى. التي بها أي البصائر التقدم في مرتبة على سائر الخلق في الدارين، كلما ازداد بصيرة كلما ازداد قربا، ها وتقدما وقربا من الحق سبحانه وتعالى. والوجاهة أي الشرف والقدر، القدر والشرف عند الله تعالى طبعا، عند الله عز وجل. قال ثم النية، وهي الشيء الأهم الأشياء، الشيء الثالث في الأهمية، ثم النية الخالصة في الطاعة التي يتعلق بها، أي النية الخالصة يتعلق بها ثواب الأبد. طيب، إن النية الخالصة دي يتعلق بها ثواب الأبد، بل إن خلوص النية يترتب عليه الأجر العظيم، النية الخالصة يترتب عليها الأجر العظيم. ثم أنواع العلوم والحكم، هنا ثم للترتيب كما قلنا، ثم أنواع العلوم وهي كثيرة لا تحصى، وأنواع الحكم بكسر الحاء وفتح الكاف جمع حكمة، وهي ما تكمل به نفس العبد من المعارف والأحكام. وقال ابن قتيبة هي العلم والعمل، ولا يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما. طيب، الحكم جمع حكمة طبعا بكسر الحاء وفتح الكاف جمع حكمة. طيب، الحكم ممكن نسميها لب العلم، خلاصة العلم، خلاص، لأن واحد يكون عنده علم كثير لكن ما عندهش حكمة، فتلاقي العلم ده يضعه في غير موضعه ويستخدمه في غير مكانه، فالحكمة اللي هي لب العلم، خلاصة العلم، وهي ما تكمل به نفس العبد من المعارف والأحكام. يبقى يحصل الكمال في نفس العبد، ها ها، بالمعارف والأحكام. وقال ابن قتيبة هي العلم والعمل، ولا يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما. في الظاهر ان الاول حاجة الحكمة دي، ها، انك تتعلم وتعمل الاثنين مع بعض، ده اول حدود الحكمة، كأنه يصف هنا الحد الأول للحكمة، لأنك إذا أنت لم تتعلم كنت جاهلا، وإذا تعلمت ولم تعمل يحدث شيء من التقصير، فإذا جمعت بين العلم والعمل صرت حكيما، ماشي، أقل درجة الحكمة أن تجمع بين العلم والعمل. طيب، وقال ابن قتيبة هي أي الحكمة العلم والعمل، ولا يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما في الظواهر، ولذلك ده كان الحد الأدنى للحكمة. وقال أبو بكر بن دريد كل حكمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة
أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. طيب قال أبو بكر بن دريد: كل حكمة وعظتك، أي حصل لك الموعظة في قلبك واتعظت بها أو دعتك، أو الحكمة دي دعتك إلى مكرمة أي شيء كريم من محاسن وفضائل الشرع، أو نهتك عن قبيح ولو عن المكروهات، فيكون هذه إيه؟ حكمة. فعلق الحكمة هنا بالعمل، وهو بالفعل ما ينتج يظهر على الجوارح من آثار ما وجد من الحكمة في القلب، فينتج ذلك على الجوارح، أنها إيه؟ تعظك الحكمة، أو تجعلك تدعوك إلى المكارم الأخلاق، أو تنهاك عن قبيح الأخلاق. ممكن أن نقول الحكمة هنا الفارق بين الباطل والحق. بين إيه؟ بين الباطل والحق. لا، ده الميزان. الحكمة مش يعرف الفرق بس، افرض عرف الفرق لكن لم يعمل به، ما يبقاش حكيم، لازم يعمل به. شرط الحكمة أن يعمل، ماشي. ولذلك التعريف بتاع سيدنا ابن قتيبة العلم والعمل، والتعريف بتاع أبو بكر بن دريد: وعظتك ها، أو دعتك إلى طاعة، أو دعتك إلى ترك المعصية، دعتك ها إلى ذلك. وقيل هي فهم القرآن. نعم، مش القرآن، لا، فهم القرآن دي تبقى الحكمة. وقيل هي الفقه في الدين، أيضا دي الحكمة. وقيل هي السنة، وفسرها الخازن بأنها الإصابة في القول والعمل، ووضع كل شيء موضعه. الله بالضبط. الخازن صاحب التفسير، فيؤتي الحكمة من يشاء، فعندها تلاقي أشياء كثيرة جدا في تعريف الحكمة وإشاراتها والمحيط بها في التفاسير، عند قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفسر الخازن بأنها الإصابة في القول والعمل، أي إصابة الحق في القول والعمل، والأولى إصابة الكمال كمان، مش الحق بس، ده إصابة الكمال في القول والعمل، ووضع كل شيء موضعه، أن تضع كل شيء في موضعه. التي هي شرف العبد، العلوم والحكم التي هي شرف العبد، أي الحكم التي هي شرف العبد، وسائر الأخلاق الشريفة والخصال الحميدة، ثم أنواع العلوم دي الوحدة، وبعدين والحكم التي، فالمؤنث مش اللذان، لا، أو اللتان، لا، ده قال إيه؟ التي، يبقى رجع لكلمة الحكم فقط، ها؟ التي هي شرف العبد، أن يكون حكيما فده شرف، ها؟ وليس أن يكون عالما، لأن عالما، عالم لا يعمل، لأن عالما لا يعمل بعلمه فهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. بس التي، أي التي هي، أي الحكم، شرف العبد وسائر الأخلاق الشريفة والخصال الحميدة، أي المحمودة، التي بها يحصل تفاضل الرجال على ما فصلنا أي بيناه وشرحنا في كتاب أسرار معاملات الدين من إحياء علوم الدين. وقد أشبع رحمه الله تعالى الكلام على الصفات المحمودة هناك، وتركنا نقله، تركنا نقله في هذا المقام روما للاختصار، بل جعل نصف إحياء علوم الدين حكمة، الجزء الأول الموبقات والجزء الثاني المنجيات، ده النصين، الربع الكتاب إحياء علوم الدين موبقات، والربع الثاني منجيات، وده اللي هو يدور حول الحكمة، وخصوصا أنها متعلقة بالقلوب كلها. وحق أي وجب لمثل هذه الخزانة اللي هي القلب، التي هي القلب، أن تحفظ وتصان مرادف لما قبله. الحفظ والصيانة بمعنى واحد، صانه أي حفظه، وحفظه أي صانه، فده معنى كلمة إيه؟ مرادف لما قبله. مرادف رجعت لكلمة تصان، وما قبله اللي هي تحفظ، مرادف المفرد رجع لما قبله، يبقى إيه؟ تحفظ وتصان، تصان مرادف لتحفظ، فتصان مرادف لما قبله. عن الأدناس والآفات
وتحرس وتحرز ايضا ايه كلاهما بالبناء للمفعول بمعنى واحد ايضا حرست الشيء حرزت الشيء. من السراق جمع سارق والقطاع جمع قاطع وتكرم وتجلى بناؤهما للمفعول أيضا أي تعظم تلك الخزانة بضروب الكرامات أي أنواعها لئلا يلحق تلك الجواهر العزيزة دنس من الأدناس ولا يظفر بها أي الجواهر والعياذ بالله تعالى جملة معترضة عدو والعياذ بالله تعالى الجمرة اعتراضية لا معنى لها من الإعراب ها؟ والعياذ بالله تعالى جملة معترضة بين الفعل بين الفعل وفاعله عدو من الشيطان الفعل اللي هو ايه يظفر خلاص يظفر بها والعياذ بالله تعالى ها جملة معترضة بين الفعل اللي هو يظفر وفاعله فاعله عدو من الشيطان أو أحد الأعداء لأن في شياطين الإنس وشياطين الجن. الأصل الخامس من أصول القلب يبقى الرابع أن القلب خزانة والأصل الخامس نقرأ الأصل الخامس أني تأملت حاله أي القلب فوجدت له خمسة أحوال ليست لغيره من أعضاء ابن آدم أحدها أن العدو قاصد إليه مقبل عليه ملازم له فإن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فهو منزل الإلهام والوسوسة يقرعانه بالدعوتين أبدا الملك والشيطان حاضر نعم طب وبعدين هيعيش ازاي في طاعة الله وهو كده جاهل ما ينفعش لازم على الاقل يكون عنده لا على الاقل يجب عليه فرض العين من العلوم الشرعية وجبت الصلاه فرض عين على الانسان يبقى يجب يتعلم الاركان والواجبات والشروط والاسباب والموانع التي تبطل الصلاه ما تعلمش ذلك يبقى جاهل جاهل مرة واحد جال واحد بيقول له ايه اقول لك على حاجة عشان تقرب من ربنا شوف فار ميت وعلقه في رقبتك وصلي بيه وقول انا تبت الى الله دلوا على بطلان صلاته طول حياته انه متلبس بنجاسه او ده علم متلبس بنجاسه طول حياته فصلاته بطل عند ربنا ربنا هيحاسبه على تلبسه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هيقول له لا انت علقت هذا نتيجه انت جهل نتيجه جهلك ها علقت الذي يبطل صلاتك في حياتك فأصبحت غير مقبولة عند الله تعالى كيف يصلي مثلا زي بالظبط إيه الذي أحدث ويصلي من غير وضوء فمن أسباب يعرف الأسباب بتاعت كيف تصح الصلاة ما عايز يقبل على الله إزاي أم هو يريد أن يكون بعيدا عن الله خلاص يروح في داهية لكن الإنسان موجود في الدنيا ليعبد الله تعالى ويحصل في قلبه هذه الصفات الثانية العالية التي يقبل الله يقبله الله تعالى بها إلا من أتى الله بقلب سليم فإذا لم يأتي الله بقلب سليم خلاص خلاص هنعمل له إيه الأصل الخامس أني تأملت حاله أي حال القلب فوجدت له خمسة أحوال ليست لغيره من أعضاء بني آدم أي الأعضاء الظاهرة والباطنة أحدها أن العدو قاصد إليه مقبل عليه ملازم له اللي هو الشيطان فإن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فهو القلب بقى منزل الإلهام ومنزل الوسوسة الإلهام من الملك والوسوسة من الشيطان يقرعانه يطرقان باب القلب بالدعوتين
أي دعوة الوسوسة ودعوة الإلهام من الملك. الملك يقرعانه بالدعوتين أبدا، الملك والشيطان، الملك يلهم والشيطان يوسوس. والشيخ خد فيها 6 صفحات. الثاني، طيب نبتدي الأول نشرح هنا وبعدين نكمل بعد ذلك. الأصل الخامس، هذا آخر الأصول الخمسة المتعلقة بأحوال القلب. إني تأملت حاله أي القلب فوجدت له 5 أحوال ليست لغيره، أي للقلب، ليست لغير القلب، من أعضاء البدء، من أعضاء ابن آدم. أحدها من أعضاء ابن آدم الخواص الظاهرة والخواص الأعضاء الظاهرة والأعضاء الباطنة، ها زي العرض العام، و اللي الأعضاء الباطنة معروفة 5 ذكرها الإمام الغزالي، هي الحافظة والذاكرة، ها وال 5 أعضاء باطنة، فالأثر فيها في كلها على القلب يعني. أحدها أي الأحوال الخمسة أن العدو وهو الشيطان قاصد إليه أي إلى القلب، مقبل عليه، ملازم له، إلى غير ما أي غير منفك عن القلب. خلي بالك الألف واللام في السطرين محذوفة الألف، خلاص. إن العدو فيها ألف ولام، هو الشيطان قاصد إليه أي إلى القلب، مقبل عليه، ملازم له، أي غير منفك عن القلب، برضو ألف هنا ساقط. فإن الشيطان جاثم أي قائم، لكن الجثوم أقوى من القيام. الجثوم اللي هو السيطرة والحوز، محاولة احتياز الشيء أن يحوذه، خلاص، على قلب ابن آدم. فهو أي القلب منزل الإلهام أي محل نزوله من الملك، ومنزل الوسوسة من الشيطان. يقرعانه أي يدقانه وينقرانه بالدعوتين. أبدا، برضو الألف ساقطة هنا، بالدعوتين أبدا، الملك والشيطان، بدل من الضمير في قوله يقرعانه على اللغة الفصحى. الله، يبقى المثنى في يقرعانه هنا الملك والشيطان. ولتجاذب القلب بين هذين المسلطين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن. الله الله الله. ولتجاذب القلب بين هذين المسلطين الملك والشيطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، بقية الرواية: يقلبهما كيف يشاء. فهذا مثال، ها، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، مثال، ها، مثال لشدة التحكم من الله تعالى في تقليب قلوب العباد، ها، وليس ان بالفعل بيعمل كده ويعمل كده، والعز بالله تعالى حاشاه سبحانه وتعالى وجل تنزه عن ذلك، ها، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، بالقول بالكينونة، ها، يقلبهما كيف يشاء. يبقى ايه؟ لشدة التمكن. وليه ذكر القلب في التقلب بالذات؟ لأن ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، ها، وللحاجة الثانية اللي بتدل على هذا المعنى الآية الكريمة: إن الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لشدة تمكنه سبحانه وتعالى. مش حد يقول لي لا ده أنا قلبي أنا متحكم فيه ولا الهوى، ها، يعني الله تعالى يفعل ما يشاء، ها، من ارتد عن الإسلام من أهل الردة وكان مؤمن ورأى نور الإيمان بقلبه. طب وسيدنا عمر بن الخطاب اللي هو كان يقال أنه لن يسلم عمر بن الخطاب حتى يسلم حمار، لن يؤمن عمر بن الخطاب حتى يؤمن حمار عمر بن الخطاب، آمن. قلوب عجيبة، أن الله له مطلق التحكم في تلك القلوب على صفة خاصة أكثر من الأشياء الأخرى في البدن.
خلاص. فلذلك ميزها النبي صلى الله عليه وسلم بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله الله. وأتى باللطف سبحانه وتعالى، ما قالش بين يدي الجبار بين يدي العظيم، قال بأن يدي الرحمن ربنا الرحيم بعباده، فهيكون تقلبه لقلوب العباد ها بالرحمة ها واللطف. خلاص. إلا أن يقبل عبد بقى، هو مش عايز، هو حر. رواه مسلم من حديث ابن عمر، وذلك أن الله تعالى يتعالى عن أن يكون له إصبع مركبة من لحم وعظم ودم وعصب منقسمة بالأنامل. نعم. علماء التوحيد يقولوا إيه؟ أن الله ليس أجزاء، لأنه لو كان أجزاء لاحتاج بعضه إلى بعض، والله لا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء مطلق، فمنزه عن الحاجة. خلاص. وذلك أن الله تعالى يتعالى عن أن يكون له إصبع مركبة من لحم وعظم ودم وعصب مقسمة بالأنامل، ولكن روح الإصبع سرعة التقلب والقدرة، أدي معنى المراد، ولكن روح الإصبع ها سرعة التقلب والقدرة على التحريك والتغيير، فإنك لا تريد إصبعك لشخصه بل لفعله في التقليب والترديد، كما أنك تتعاطى الأفعال بأصابعك، والله تعالى يفعل ما يفعله باستسخار الملك والشيطان. والله تعالى رجع للمعنى الذي أراده الإمام الغزالي، يقلبها من الطاعة إلى المعصية ومن المعصية إلى الطاعة ومن الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان، كما أنك تتعاطى الأفعال بأصابعك، والله تعالى يفعل ما يفعله باستسخار أي بتسخير الملك والشيطان. فالشيطان أيضا مسخر من الله تعالى، ها مسخر أنه تلاك به سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فإن دي دار ابتلاء وامتحان واختبار، وهما مسخران بقدرته في تقليب القلوب أي جرها إلى خير أو شر، إلا أن واحد مختص بالخير وهو الملك، والتاني مختص بالشر وهو الشيطان. يبقى هنا في توزيع. وهما مسخران بقدرته في تقليب القلوب أي جرها إلى الخير أو الشر، كما أن أصابعك مسخرة لك في تقليب الأجسام مثلا، كما أن الأصابع مسخرة في تقليب الأجسام مثلا. والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا بطرفيه، ليس يترجح أحدهما على الآخر. والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا تماما بطرفيه، ليس يترجح أحدهما على الآخر، وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى والإكباب على الشهوات والإعراض عنها. فإذا اتبع الهوى وأكب على الشهوات يبقى هو اللي رجح جانب جانب الشيطان. طب لو أعرض عن اتباع الهوى وأعرض عن الإكباب على الشهوات يبقى رجح جانب الملك. فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسليط الشيطان بواسطة الهوى، وصار القلب عش الشيطان ومعدنه. الله الله. فإذا اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة، كل حاجة شهوته بتحتاجها، طعام، زواج، ما إلى ذلك، يعني والعياذ بالله أي طعام، شراب، أي حاجة من ما هو مرتبط بالشهوة، وأطلق العنان للشهوة وأطلق العنان للغضب، ها ظهر بان تسليط الشيطان بواسطة الهوى. أيضا الهوى يؤيد الشيطان. ليه قال هنا الهوى؟ لأن الهوى هو وزير الشيطان في النفس الإنسان. ها إيه الوزير؟ جعل له وزيرا، جعل الله تعالى للشيطان وزيرا في قلب الإنسان، وهو الهوى، اتباع الهوى المذموم شرعا. وصار القلب عش الشيطان ومعدنه، عند ذلك يتمكن
عند تمكن هذه الأحوال من القلب يتمكن الشيطان من دخول القلب والسيطرة عليه. ها يريد أن يغزو القلب. الأول بيكون قاعد بيوسوس من بره كده، حتى بعض الأحاديث تقول إنه واضع خرطومه، أي الشيطان كأن له خرطوم زي خرطوم الفيل، واضع خرطومه أو أنفه على قلب ابن آدم بيوسوس له، بس هو لا يملك إلا الوسوس. ها وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، بس ملوش أي حاجة تاني، وبسيط جدا. استعد بالله من الشيطان الرجيم ينطرد. الأذان أما بيؤذن مؤذن الشيطان بيذهب ما يقرب من 30 كيلو، مش عايز يسمع الأذان، يتنطر 30 كيلو يذهب إلى الروحاء من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يؤذن مؤذن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الشيطان إلى الروحاء، يعني تقريبا 30 كيلو بالأذان بس كده يطرده. وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه بأن تنصل عنها واسترذلها وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام، صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم. طيب الجهة الثانية، وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه بأن تنصل منها، أي ولم يتبع هوى نفسه بأن تنصل منها، أي تبرأ منها، واسترذلها أي استصغرها واستقذرها، وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام، صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم. قال حجة الإسلام وغيره إن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة. طيب قال حجة الإسلام وغيره إن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاث: أحدها قلب عمر بالتقوى وزكى بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق تنقدح فيه خواطر الخير، وهي التي ترد من الله تعالى بواسطة الملائكة، لأن خواطر الخير لها مصدران: المولى عز وجل والملائكة. المولى عز وجل يعطيك في قلبك أعلى الخواطر وأحسنها وأفضلها التي تقربك إلى الله تعالى، لا الخشوع، الخضوع، الذل، العبودية، احتقار النفس لله تعالى، ها دي كلها دي إلقاءات ربانية، خواطر ربانية. طيب والملكية، الخواطر الملكية هي ما يأمرك من الطاعة: قم صلي، ده خاطر ملكي، توضأ، استمر على وضوئك، صم جيدا، احفظ صيامك، ده كلها ايه؟ أوامر ملكية. لكن الحاجة الربانية الخالصة إلقاء الصفات السنية النورانية في قلبك، يبقى ده خاطر، ولا في خاطر رباني وخاطر ملكي، وفي خاطر نفساني وخاطر شيطان، يقابل ذلك خاطر الشيطان يقابل خاطر الملك، والخاطر النفس يقابل خاطر المولى عز وجل. وهي طيب قلب عمر بالتقوى وزكى بالرياضة، لازم تزكية النفس برياضتها، أي ترويد النفس، منعها، حبسها، حجرها، وطهر عن خبائث الأخلاق تنقدح فيه خواطر الشر، تنقدح فيه خواطر الخير، وهي التي ترد من الله تعالى بواسطة الملائكة. قلنا يبقى في ممكن من الله تعالى مباشرة، ممكن عن طريق الملائكة بإذن الله تعالى. من خزائن الغيب ومداخل الملكوت الأعلى، فينصرف العقل إلى التفكر فيما خطر له ليعرف دقائق الخير فيه ويطلع على أسرار فوائده، فينكشف له بنور البصيرة وجهه ويتبين له أمره، فيحكم بأنه لابد من فعله فيستحثه عليه ويدعوه إلى العمل به. وهذا القلب هو المتطلع
إلى الروح العلوي الميال إليه، وهو القلب المؤيد الذي ورد فيه أنه أجرد، فيه سراج يزهو. فينظر الملك إلى هذا القلب فيجده طيبا في جوهره، طاهرا بتقواه، مستنيرا بضياء العقل، معمورا بأنوار المعرفة، مغمورا بأنوار اليقين، فيراه صالحا لأن يكون له مستقرا ومهبطا لتنزلاته، فعند ذلك يمده بجنود معنوية لا ترى، وبهداية إلى خيرات أخرى تتراءى حتى ينجر الخير إلى الخير، وهلم جرا كذلك على الدوام، ولا يتناهى إمداده بالترغيب في الخير في كل لحظة، وبتيسير الأمر عليه في كل حركة وسكون، وإليه الإشارة بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالإعطاء إشارة إلى تزكية النفس، والله هو الذي يزكي النفوس، والاتقاء هو عمارة القلب بالتقوى، والتصديق بالحسنى هو التطهر عما يضاد الأخلاق المحمودة. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. في أسئلة رفيعة خالص، فضل دقيقتين أو ثلاثة، مش حد سأل حق، مش أسئلة؟ كله فاهم يعني؟ كويس الحمد لله. طب لو كنت أنا نفسي مش فاهم، ها قول. هل الولي سواء بالعارف لا؟ الولي أقل من العارف، ولكن هو وصف عام الولي أيضا، ها؟ قد يدخل فيه العارف وقد يكون أعم من العارف بشرط أن السالك ولي، ها؟ بل الولاية أعم كتير. واحد كافر شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بقى عنده نعم من الولاية من الله تعالى، أدت هذه الولاية إلى عصمتي من الخلود في النار مهما عمل، خلاص، من الموبقات. إذن الولاية دي أعم شوية، ها؟ والعارف ده خصوص الولاية، لب الولاية اللي هو وصل الواصل، ماشي، والوصل العارف بالله هو الواصل، لكن الولي ده أعم، ممكن ولي لكن مش عارف، ما وصلش لمرحلة عارف. العارف ده اللي هو على طول يرتقي عن قريب إلى أن يكون من الصديقين والمحبين، ماشي. أما التاني ده لسه في بداية السير، أو واحد في وسط الطريق، لكن ده قريب من النهاية. نعم. نعم. أولا في آيات الصفات يا جماعة، في آية حاكمة على آيات الصفات كلها، والآية دي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الآية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة على المعنى بتاعها، وفي نفي المثلية بشيئين، الكاف كاف التشبيه والمثل، يعني النفي مرتين، ليس كهو شيء وليس مثله شيء، بل أتت بنفيين عن أن يكون يشبه الله تعالى في ذاته أو صفاته أو أفعاله شيء، فقل مع بعد ذلك ما شئت. مثال الإمام الغزالي يقول في تفسير الآية دي إيه؟ في عقيدته اللي هي قواعد العقائد، يقول إيه؟ فلا تشبه ذاته الذوات، ولا تشبه صفاته الصفات، ولا تشبه أفعاله الأفعال. عايز يستدل لك على معنى هو بآية ثانية، اللي هو لا تشبه أفعاله الأفعال، إنما أمره إذا أراد شيئا، أي أن يفعل شيئا، أن يقول له كن فيكون بالقول. أنت بتفعل وتبذل المجهود، هو على سبحانه وتعالى يقول كن فيكون، فأفعاله بالكينونة بخلاف أفعالك أنت أيها المخلوق. إذن ده في منافاة تامة، خلاص. فلا تشبه عبارة ذهبية الإمام الغزالي رضي الله عنه، لا تشبه ذاته الذوات، ولا صفاته الصفات، ولا أفعاله الأفعال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مش أن يفعله. إذا أراد شيئا أن يفعله، لا، إنما يقول له كن فيكون، فإذا فعله بالقول سبحانه وتعالى. بس عندك العقيدة دي، خلاص يبقى كده تمام، خد بقى بما شئت، وهتلاقي نفسك لازم تنزهه. بعضهم قال ده ربنا جسم، ممكن أن يكون جسم،
ما هو ما نفاش عن نفسه ان هو جسم، نقول ان ربنا جسم. اذا فين هنا عدم المشابهة انه لا يشبه خلقه؟ لو قلت ان هو جسم يبقى شبه خلقه ولا ما شبهوش؟ شبه الخلق. والآية تنفي ذلك، والآية قطعية الثبوت قطعية الدلال. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.